يدرسون في الجامعة نفسها ويحصلون على الدرجات العلمية ذاتها، لكن فرصهم ليست دائما متساوية مع بقية الطلاب. حمزة ورفاقه طلاب مهندسون من أصل عربي يشتكون من تمييز غير معلن يواجهونه في رحلة بحثهم عن العمل أو التدريب، فقد اجتمعت عليهم أسباب التمييز كلها: اسم عربي وسكن في الضواحي. لإيجاد تدريب أو عمل هناك طريقتان: شبكة العلاقات أو التقدم بطلب. الجالية العربية لم تطور شبكة علاقاتها بشكل كاف، والتقدم بطلب أمر معقد، فالاسم ومكان السكن لهما دور كبير، سيما عندما تسكن في الضواحي. تبدو آثار هذا التمييز واضحة هنا في ضواحي العاصمة باريس، في العمران كما في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. الأرقام معبرة: نسبة بطالة تتجاوز 24% في الضواحي مقابل أقل من 10% في المدن الكبرى. تدرك الحكومة هذه الحقائق وتجهر بها. رئيسها شبه الوضع القائم بنظام الفصل العنصري، ومسؤولون آخرون اعتبروا هذه الأحياء أشبه ما تكون بأحياء أقليات معزولة. مهمتي الأساسية هي كسر الجيتوهات. إن تركيز السكان الأكثر فقرا في نفس الأحياء هو سبة في حق الجمهورية، واستمرار الوضع على ما هو عليه أصبح غير ممكن. ليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها فرنسا عن قلقها من فشل سياسة الاندماج، لكن أحداث شارلي إبدو عادت الموضوع بقوة إلى الواجهة. فالأخوان كواشي وآميدي كوليبالي وقبلهم محمد مراح كلهم خرجوا من أحزمة الفقر والتهميش في الضواحي. لا تمثل أوضاع سكان الضواحي إساءة لقيم الجمهورية فحسب، بل تعرض أيضا السلم الاجتماعي في البلد للخطر. هذا ما خلصت إليه الحكومة الفرنسية. سكان الضواحي ينتظرون أن تتحول هذه الخلاصات إلى برامج اقتصادية واجتماعية. محمد البقالي، الجزيرة، باريس.